أهلا بكم متابعي قناة الملوك. يسأل الكثير كيف أستطيع أن أروض الباجي وكيف أنا روضت هذا الباجي. اليوم سوف أقدم لكم الكثير من المعلومات المهمة عن ترويض الباجي وكيف أجعل الباجي أليف جدا ويحبك ولا يخاف منك. طبعا عندي هذا الباجي، هذا الباجي درايمون كما تلاحظون. هذا باجي أليف، طبعا أنا روضته خلال فترات طويلة، واليوم سوف أقدم لكم المعلومات المهمة التي سوف نقوم من خلالها بطريقة ترويض الباجي. تابعوا معنا والمقطع إلى النهاية. طبعا طريقة ترويض الباجي كما ذكرت لكم في مقاطع سابقة. أولا اختيار الطيور الصغيرة، طبعا اختيار الطيور الصغيرة التي تكون بعمر شهر. طبعا الطيور الصغيرة التي تكون بعمر شهر، وأيضا تكون تستطيع الطيران أولا، يعني طيران خفيف، وتستطيع أن تأكل بنفسها، يعني تعتمد على نفسها في الأكل. إذا مثلا عندك مجموعة طيور فيجب أن تراقب الطيور لفترة وتختار هذه الطيور بهذه المواصفات حتى تستطيع أن تروض الباجي. طبعا بعد اختيار الباجي المناسب نضعه في قفص لوحده. طبعا يجب أن نعزل الباجي عن جميع الطيور الأخرى. تعزله فترة عندك، تضعه في قفص كما تلاحظون. هذا الباجي الآن في قفص. طبعا نتركه في قفص داخل غرفة أو في مكان عام، يعني مثلا في الصالة أو في غرفة الجلوس، يعني بحيث يكون في ناس، يعني ناس تدخل وناس تخرج حتى يبدأ يتعود الطير على المكان. وخلال هذه الفترة طبعا كما ذكرت لكم يجب أن نعزل الطير أو الفرخ عن جميع الطيور الأخرى. وخلال هذه الفترة يجب أن نقوم باللعب أو نقوم باللعب مع الطير. خلال هذه الفترة ضروري جدا أن نقوم باللعب مع الطير، يعني مثلا دخل يدك داخل القفص. طبعا نلاحظ أن هذا الطير أو هذا الفرخ هادئ. توجد الكثير من الطيور المزعجة والطيور الخائفة، تلاحظ أنها تصدر صوت ولا تستقر، يعني عندما تضع يدك مثلا تضع يدك على ظهر الطير تلاحظ أنه يخاف ويهرب، بعكس هذا الطير. طبعا هذا الطير تقريبا أنا عزلته قبل 3 أيام أو 4 أيام. طبعا نستمر بهذه الخطوات حتى يبدأ يتعود الطير، وتلاحظ أن الطير لا يخاف. بعدها نقوم بإخراج الطير، مثلا نخرج الطير ونضعه في أعلى القفص، مثلا نضع الطير في أعلى القفص فترة ونتركه. والأفضل أن نترك الطير، يعني طنش الطير. كل ما تطنش الطير تلاحظ أن الطير يبحث عنك، لكن إذا اهتميت بالطير وتحاول أن تمسك الطير فتلاحظ أن الطير يخاف، بعكس إذا طنشنا الطير وتركناه لوحده. لاحظوا خلال الفترة، والخطوة المهمة هو اختيار الطير المناسب، اختيار الطير الذي يكون هادئ وأليف. طبعا بعض الطيور تكون خائفة، وبعض الطيور بعض الطيور الصغيرة تكون شرسة، فيكون صعب جدا في ترويضها. يعني ممكن أن نروضها ولكن تأخذ فترة طويلة حتى تتروض، بعكس الطيور الهادئة التي تكون يعني التي لا تخاف.
لاحظ ان هذا الطير بدأ يتعود. فالافضل ان نعزل الطيور. طبعا انا عزلت درايمون، هذا درايمون، عن هذا الطير نهائيا. هذا درايمون صديقي، فإذا استمرت على هذه الخطوات سوف تلاحظ أن الطير يبدأ يتروض ولا يخاف، لا يخاف منك. وأنصح أي شخص يحاول أن يروض الطير أن لا يمسك الطير، يعني لا تحاول أنك تمسك الطير بهذا الشكل، فقط ضع يدك، ضع يدك هكذا، وتلاحظ أن الطير يتعود على اليد. بعكس إذا حاولت أنك تمسك الطير مثلا بهذا الشكل، تلاحظ أن الطير يخاف ويحاول يعض. فإذا بدأ الطير أو الفرخ يحاول يعض، تبدأ عنده مشكلة الخوف. فالأفضل أن تعود الفرخ أن لا يخاف، يعني ضع يدك مثلا داخل القفص بهذا الشكل، حاول أن تعوده. وإن شاء الله سوف أعرض لكم نماذج من الفراخ، مثلا الفراخ التي تخاف، والفراخ الشرسة، والفراخ التي يعني لا تستقر، وأيضا سوف أعرض لكم الفراخ الهادئة، مثل هذا الفرخ، تلاحظون أنه هادئ. شوفوا، لاحظوا الآن، لو خرجنا هذا الطير إلى خارج القفص، فسوف طبعا نتركه في الغرفة بهذا الشكل طبيعي، يعني درايمون. فأترك الطيور داخل الغرفة براحتها تستكشف المكان، وخلال هذه الفترة تتعود على المكان وتتعرف على أيضا على المكان وعلى الناس الموجودة. فأترك الطير براحته، وسوف تلاحظ بعد فترة بسيطة أن الطير بدأ يتروض ويعني يجي عندك ولا يخاف.